نعرف امتى بقى تم انشاء هذه الفرقه. نبدا بالدكتور عمرو الاول. والله يا فندم الفرقه دي ليها تاريخ عميق من بدايه ما الجامعه انشات. سنه كام بقى؟ يعني الجامعه انشات سنه 1972 صحيح. اوكي يعني اجيال. يعني النشاط الفني يعني ملازم جامعه المنصوره منذ بدايتها. وليها تميز في النشاط الفني في الموسيقى والكورال ومعظم الانشطه المختلفه زي المسرح والفنون التشكيليه ومعظم الانشطه الطلابيه عندنا. لان احنا عايز اكد على حاجه، الجامعه عندنا جامعه المنصوره جامعه داعمه جدا جدا للنشاط الفني بكل اشكاله. يعني وطبعا دعم غير محدود ما بينتهيش. وطبعا احنا عندنا النشاط شغال باستمرار على مدار العام، واحيانا بيبقى فيه بيتخلل للفتره الصيفيه، بيبقى فيه معسكرات وفي ورش وفي فعاليات برضو ولادنا بيشاركوا فيها يعني. طيب دكتور ضياء، ازاي بيتم بقى تطوير الاجيال بما ان حضرتك يعني مايسترو الغناء وفي الوان غناء يعني بقت موجوده دلوقتي على الساحه، التنوع ما بين الاصوات ازاي انتم حريصين عليه؟ احنا عارفين ان هم جايين من كليات مختلفه. واحنا طبعا بنبقى حريصين اولا يكون الشغل بتاعنا شغل اكاديمي وفني في نفس الوقت. يعني ما بنحاولش برضه نساير ايه الموضه اللي موجوده في مصر شغاله ايه والشعبي والحاجات. طبعا الحاجات دي جميله جدا، بس طبعا في شعبي له اصوله وفي شرقي له اصوله وفي تطريب او بنسميه ايه الطرب الاصيل له اصوله. فاحنا بنحاول طبعا نسري بقى الفن بتاعنا وتاريخنا وتراثنا العربي الموجود طبعا في شبابنا الجمال اللي معانا دول. هم طبعا لا وفي بنات وفي بنات انا طبعاً. منحازه للته المربوطه. طبعاً. بحييكم يا بنات.